السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. إذا أصدقائي، من ضمن الأسباب اللي تخليك ما تنتج أو تخسر الإنتاج هذه، يعني بالنسبة لآلة الغسيل إذا كانت في غرفة الطيور، لأنه كاين البعض اللي عنده ضيق. مثلا أنا عندي آلة غسيل في غرفة الطيور. شوف، كاين طيور متعودة عليها، كما عندي أنا حتى الأنثى راهي حاضنة ونورمال، يعني ما تنزعش منها كثيرا. لكن إذا كانت مش متعودة عليها بسبب يعني الصوت اللي تصدره والاهتزاز، قد تهجر الأنثى العش أو لا تبني العش نهائيا. بالنسبة للأطفال كذلك، كاين أطفال يلعبوا نورمال ما يديروش الحس بزاف، ولكن كاين أطفال يجيبوا يدخل لك بالدراجة، يدخل بالألعاب ويبقى ينقز ويدير بالحس عند الطيور، كذلك يزعجها. بالنسبة للقطط، شوف أنا عندي قط نورمال ما يقتربش نهائيا من الأقفاص، لكن كاين بعض القطط جريئة وتولي تنقز لك على القفص، تولي تدير لك في مشاكل كبيرة. هنا الطيور تاعك راهي في خطر، هي راهي في خطر والإنتاج راهو في خطر. صح، نروحوا لهذوك الصور الثلاثة اللي راهم الفوق، أبو بريس الزواحف والحمام والفئران. شوف، أبو بريس يطلع لك القفص يزعج الأنثى ويزعج الذكر، ممكن تهرب لك على البيض، ممكن ما تبني لكش نهائيا العش ويطيحوا الريش، وكذلك إلى شرب لهم من الماء يتسموا وتخسر الطيور تاعك. بالنسبة للحمام كذلك أصدقائي، الحمام يزعج كثيرا الأزواج، حتى لو كان يتعودوا عليه في النهار، لكن في الليل الحمام بزاف يتحرك في الليل وغير يلقى الضوء يبدأ يطير، يبدأ يتحرك يدير لك في المشاكل. هنا كذلك ممكن يفزع لك الطيور وتخسر الإنتاج. بالنسبة للفئران، الفئران مثلها مثل أبو بريس، سامة كذلك تطلع فوق الأقفاص. نصرت لي من قبل طوبا قد القط، يعني يودي جرذ كبير لقيته فوق القفص على الزوج تاع الديل، يعني سمعت الطيور تخبط، رحت نجري لقيت طوبة قد مش عارف واش دير فم. اذا انت حذر، يعني حاول قدر المستطاع توفر الامان للطيور نتاعك. لازم تتفقد المكان اللي راك ديرو، راك دير الاقفاص فيه، الغرفه اللي راهي فيهم، لانه كاين اللي راه دير الطيور تاعو في كراج، كاين اللي راه ديرو في شرفه، كاين. مهم احذر، لازم مرة على مرة تتفقد. إذا شت الطيور تاعك سقطت الريش قبل ما يبدأ الإنتاج، إذا شتهم طيحوا ريش الجناح، حاول تعرف شاهي الأسباب كما قلنا من قبل، خاصة في الليل. في النهار الطيور راهي تشوف، حتى لو كانت تهرب من حاجة ما طيح لكش الريش بزاف، لكن في الليل إذا استخايلت راهي مشكلة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا وشكرا.